هل لديكما أي مهارات مميزة؟ أوه، شاهدي مهاراتي. للمرة الثالثة، تحريك معدتك لا يعتبر مهارة كافية ليتم توظيفك. أوه، أنا آسف، فهمت. ممتاز، لنعود إلى السيرة الذاتية الآن. ها؟ أوه، عفوا، آسف. اسمع، أريد حالا سببا منطقيا واحدا يجعلني أعين أيا منكما بوظيفة هنا. أنا يمكنني لمس أنفي بلساني. تسميها مهارة؟ تعلم. تريدان العمل هنا؟ تفضلا وعملا مكاني، أنا أستقيل. وداعا.